ازيكم يا شباب، اهلا وسهلا بيكم. زي ما وعدناكم، الفيديو المنتظر تنظيف دبل الفرخ قبل الفطام. هنعمله بريفنج سريع وان شاء الله الفيديو يحوز على رضاكم ويعجبكم. هنعملها بابسط طريقه عشان كل الناس اللي اول مره تعملها او بيخافوا من الموضوع يبقى سهل عليهم. هنقشر كده الفضلات اللازقه في الدبله بشويش، وبنبقى محضرين ميه دافيه وقطنه عشان لو احتاجناهم. طول ما هي ماشية سموز كده وبسهولة مفيش أي مشكلة، بنمسك الفرخ بطريقة رجله ما تبقاش مضغوط عليها، وفي أسرع وقت. مش عايزين نطول عليه الموضوع، نحاول نخليه ماكسيموم دقيقة ونص نبقى مخلصين الفرخ ومرجعينه مكانه عشان ما يقلقش أو يتوتر أو يحس بأي تغيير. أهم حاجة الموضوع ده عشان تراكم ده، غير طبعا التنظيف الدوري للرجلين نفسها والضوافر. وبنسيب الدبل للاخر خالص زي ما احنا عملنا كده، بننشف بقى. كان في فضلات لسه لازم عملناها بميه دافيه ونشفنا، والفرخ رجليه بقت زي الفل والدبله زي الفل. هنرجعه مكانه سواء كانت فطم او لسه على وش فطام. بس كده، ده اول فرخ. فرخ تاني برضو عشان تاكيد المعلومه هنعمله، هنستعرضه معاكم بنفس الطريقه. الدبله بقت زي الفل، الفرخ زي الفل، يرجع تاني عشان ما نطولش عليه. وندخل نعمل نفس القصة مع الفرخ التاني بنفس الطريقة. هنقشر الناشف، وبعد كده طبعا زي نفس الخطوات بالظبط. بس اوعى تكون لسه ما عملتوش لايك، طبعا استناكم تبقوا تشتركوا معانا عشان عندنا نسبة مشاهدة عالية بس مش مشتركين. ان شاء الله اشتركوا معانا كلهم، ينورونا في القناة. وما تنسوش اللايك والكومنت بتاعكم لو في اي اسئلة او اي مقترحات لفيديوهات جديدة، وإن شاء الله المحتوى كده يحوز على رضاكم. وزي ما قلت لكم، لو في اي اقتراحات مرة تانية ما تنسوش تزودونا بيها. لو في حاجة معينة عايزين تعرفوها هنبقى نطلع لايفات برضو، نعمل لايفات وعشان نجاوب على اسئلتكم او اي حاجة انتوا عايزينها. بس كده الموضوع ببساطة، الفرخ ما يكملش في ايدك اكتر من دقيقة ونص ماكسيمم عشان ما يحسش باي قلق او اي مشاكل. كده الدبلة بقت زي الفل، مفيش اي حاجة فيها في اي حاجة، وهي لسه كده مترطبة بالمية الدافية، سهلة جدا في التقشير. تبقى الموضوع سهل جدا، وبنرجع الفرخة مرة تانية. هستناكم في القناة عندنا، ما تنسوش لايك سبسكرايب وشير. مع السلامة.